بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يخفى على أحد الكم الهائل من الانتهاكات والفظائع والجرائم التي طبعت ولا تزال تطبع المشهد العراقي، والتي وثقت من قبل المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة. وبالمقابل أكاد أجزم أن أحدا لم يحاسب، فضلا عن أن يعاقب على أي جرم ارتكبه، لا سيما منذ 2003 وحتى اليوم. وهذا كله بسبب شيوع ثقافة الإفلات من العقاب، وأثر ذلك على السلم المجتمعي، وهذا ما سيتم مناقشته اليوم. ويسرنا حقيقة أن نحظى بهذه الجلسة التي نستضيف فيها الفاضل إيناس زايد، المستشار القانوني للمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، والأستاذ الفاضل رياض الصبح، المستشار في مجال حقوق الإنسان والشخصية الحقوقية المعروفة، للحديث أولا عما يجري في العراق، لتسليط الضوء على ما أمكن من الحالات التي تم رصدها. والأستاذ رياض سيتحدث عن تداعيات الإفلات من العقاب على السلم المجتمعي ومقتضيات ذلك السلم، والذي هو مهم جدا. والآن نبدأ مع الفاضلة ست إيناس. مساء الخير لكم جميعا، وشكرا لقناة الرافدين ولهيئة علماء المسلمين، والشكر موصول للدكتور أيمن العاني على هذه الدعوة. الحقيقة فعليا هذه الندوة جاءت يعني في موضوع هام جدا، وهو موضوع الانتهاكات القانونية التي تحدث الآن في العراق والجرائم التي تحدث الآن في العراق، وهي كثيرة، لأن فعليا العراق الآن أصبح مسرحا دائما للجرائم المرتكبة من قبل كافة الأطراف، ولا يوجد هناك طرف يعني معفى أو بالأحرى مستثنى من ارتكاب هذه الجرائم. من منطلق عملي في المرصد الأورو متوسطي، ونحن منظمة تقوم بالدرجة الأولى رصد وتوثيق الانتهاكات في دول الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، قمنا بأكثر من تقرير بتوثيق ورصد الجرائم والانتهاكات المرتكبة من قبل كافة أطراف النزاع في العراق. وكان هناك بعض الإحصائيات التي قمنا بجمعها من خلال الراصدين الموجودين في الميدان. فعليا تنوعت، ويعني الجرائم جاءت بدرجات متفاوتة في العراق، بدءا من القتل خارج نطاق القانون، والإعدامات الميدانية، والقنص المباشر خاصة فيما يخص جرائم داعش التي اتخذت من الأفراد كدروع بشرية لفترة طويلة من الزمن. هناك أيضا قتل للمدنيين وقنصهم بشكل مباشر من قبل الميليشيات المسلحة، سواء كانت التابعة الحكومة أو تلك التي يعني عاثت في العراق. وأيضا بالإضافة إلى مسألة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أيضا اخترق قواعد الحرب في أكثر من مرة، واستهدف المدنيين والأعيان المدنية كالمساجد والمرافق العامة، وأيضا يعني الأسواق، وأيضا راح ضحية هذا الاستهداف العديد من المدنيين دون وجود أي ذنب لهم، وهذا في اختراق واضح لقاعدة التمييز بين المدنيين والعسكريين، وأيضا التمييز بين الأعيان المدنية والعسكرية. أيضا كان من ضمن الجرائم التي يعني تم ارتكابها هو تجنيد الأطفال، وتم إقحام الأطفال في أكثر من مرة بالعمليات العسكرية، أحيانا مقابل المال، كان ذلك مقابل أيضا امتيازات في الدراسة. على سبيل المثال تم رصد قيام بعض الجهات أيضا الموالية للحكومة باستدراج الأطفال عن طريق يعني ترغيبهم بالقتال مقابل أن يحصلوا على الشهادة المدرسية دون الالتحاق في المدرسة.
وهذا الأمر لحق الآلاف من الأطفال فعليا، وما زال هناك العديد من الأطفال الذين يشاركون في الأعمال المسلحة الآن في العراق. هناك أيضا يعني انتهاكات على صعيد آخر متعلقة بمسألة التهجير القسري، وفي هذه يعني المسألة هناك 3 ملايين نازح عراقي الآن في العراق. هؤلاء الأشخاص هجروا من الأماكن التي خرجوا منها، ولكن بذات الوقت هناك ازدواجية في التعامل مع هؤلاء الأشخاص. بعضهم يمكن أن يعودوا، أو يعني بالأحرى يمنعوا بالعودة إلى ديارهم على الرغم من انتهاء العمليات العسكرية التي وصفت أو أتت تحت ما يسمى الحرب ضد داعش. هؤلاء الأشخاص مثلا مثل النازحين من جرف الصخر، منطقة جرف الصخر، هؤلاء الأشخاص يمنعوا منعا بتاتا من العودة إلى ديارهم حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية. بالمقابل هناك إجبار للعودة لأشخاص خرجوا من ديارهم ولكن ديارهم لم تعد آمنة، ولغاية الآن هي غير آمنة، ومع ذلك يتم إجبار هؤلاء الأشخاص للعودة إلى المناطق الغير آمنة، وبعضهم يقتل في أثناء العودة. هذه الازدواجية فعليا يعني لا يمكن فهمها، خصوصا عند الحديث عن مسؤولية الحكومة العراقية تجاه كل مدني موجود على أرض العراق. يعني بعض السيناريوهات أو بعض الأسباب أو التبريرات التي صيغت من أجل تبرير هذه الازدواجية هو مسألة التغيير الديموغرافي في البلاد، و مسألة توزيع إعادة توزيع السكان في أرجاء العراق. يعني هذه أيضا تضاف إلى مسألة أو يعني مجموع أو مجمل الانتهاكات. تم اكتشاف 74 مقبرة جماعية كانت في مناطق خاضعة لداعش، وهؤلاء الأشخاص لم تعرف هوياتهم إلى غاية اللحظة. تم تدمير العديد من الممتلكات والعديد من الأعيان المدنية التي فعلياً الآن يعني كانت مرافق هامة في تلك المناطق، مثل منطقة الموصل، والموصل الآن تعاني دماراً كاملاً في البنية التحتية بحيث لا يمكن أن يتم استمرار العيش فيها. وبالمناسبة بالموصل هناك أشخاص ما زالوا تحت الركام وتحت الحطام، لم يتم انتشال جثثهم لغاية اللحظة، ولم يتم معرفة هوياتهم لغاية اللحظة الآن. المأساة تطال أيضا النازحين في المخيمات، مخيمات النزوح الآن تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة من مياه وطعام وأيضا مكان ملائم، ومن ناحية الرعاية الصحية وما إلى ذلك. فعليا هذه أهم الانتهاكات، كل هذه الانتهاكات التي تقع من كافة أطراف النزاع في العراق تواجه قطرا أكبر، وهو مسألة عدم مساءلة عن هذه الانتهاكات. لا يوجد أي مساءلة، وهو ما يخشى يعني بسببه يخشى من الإفلات، إفلات هؤلاء المجرمين من العقاب. الإفلات من العقاب، عندما نتحدث عن الإفلات من العقاب، هو فعليا عدم وجود إرادة سياسية لمعاقبة هؤلاء المجرمين، لأن النصوص القانونية موجودة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي. هناك قوانين في العراق تمنع ارتكاب هذه الجرائم، وأيضا هناك من الاتفاقيات الدولية التي أيضا تحظر ارتكاب مثل هذه الجرائم، ولكن لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الدولي نرى أي تحرك في سبيل معاقبة هؤلاء المجرمين. ونحن نتحدث عن المجرمين على كافة المستويات، سواء كانوا قادة عسكريين أم جنود أو حتى من المسؤولين الذين يعطون الأمر بقتل هؤلاء الأشخاص أو قيام بهذه الجرائم. يعني مسألة أو خطورة الإفلات من العقاب تتمثل بالدرجة الأولى في الاستمرار في هذه الانتهاكات، وأيضا يعني الإقدام عليها دون رهبة ودون خوف، وهذا أخطر ما في الأمر، لأن الإنسان عندما يأمن نفسه عن المساءلة أو المسؤولية فعليا هو يمعن أكثر في هذه الانتهاكات. وهذا ما يعني نخشاه فعليا في المرحلة القادمة عندما نتحدث عن الوضع العراقي. أما عن مسببات الإفلات من العقاب، فنحن بالدرجة الأولى نراه ضعف في الدور المنوط في الحكومة العراقية، وخاصة عندما نتحدث عن الجهات العراقية أو الجهات القضائية في العراق. نحن عندما نتحدث عن حامي القانون هو القضاء، والقضاء للأسف وتم رصد أكثر من مرة بأن القضاء سيس، وأيضا تم يعني تحييده عن أو يعني اختراق استقلاليته. هذا الأمر أيضا أثر بدرجة كبيرة في مسألة معاقبة المجرمين. كان هناك أيضا انتقاد بمسألة عدم التدخل الدولي
من أجل وقف الجرائم في العراق؟ لماذا لا يتم التدخل الدولي والأمم العاجل لوقف الجرائم في العراق، الجرائم اليومية في العراق، مع على الرغم من أنه من عام 1990 لعام 2000 تم إصدار 53 قرار خاص بالعراق من قبل مجلس الأمن؟ لماذا لا يتم الآن إصدار قرار مجلس أمن تابع لي، أو يعني بالأحرى من ضمن اختصاصاته وفقا لميثاق الأمم المتحدة المتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، لماذا يتم اتخاذ قرار يتم بموجبه وقف نزف الدماء في العراق؟ هذا الأمر أيضا يحتاج إلى إرادة سياسية على المستوى الدولي. يعني قمنا أيضا برصد مسألة قبل يعني 3 أسابيع على أو 24/8 على وجه التحديد، تم تشكيل لجنة خبراء من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم داعش في العراق، ولكن لم يتم التطرق مطلقا للجرائم التي ارتكبت وترتكب لغاية الآن من قبل التحالف الدولي، من قبل الميليشيات المسلحة التابعة للحكومة العراقية ومن قبل الحكومة العراقية بحد ذاتها. لماذا يتم اتخاذ أو يعني كيل العدالة بمكيالين؟ لماذا يتم الأخذ بازدواجية المعايير في مسألة محاسبة المجرمين؟ فعليا يعني كان من ضمن او يعني من ضمن التوصيات التي دائما نحن نقوم بطرحها هي مسألة انشاء فريق تحقيق مستقل ومحايد غير تابع لأي جهة أو لأي طرف من أطراف النزاع من أجل التحقيق في الجرائم هذه، وأيضا جمع كافة البينات والتوثيقات التي تدين هؤلاء الأطراف وتقديمها إلى العدالة بالدرجة الأولى إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأيضا إلى مجلس الأمن، لأن مجلس الأمن أيضا له صلاحية الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية. ما دون ذلك أيضا نحن نحمل المسؤولية الكبرى للحكومة العراقية لأنها هي السلطة المخولة أو هي المنوط بها إنفاذ القانون في العراق، فلماذا لا يتم اتخاذ خطوات عاجلة من قبلها من أجل وقف هذه الجرائم؟ هذا الأمر أيضا نضعه أمام الحكومة العراقية أو بين يديها على المجتمع الدولي وعلى الحكومة العراقية أيضا أن تتحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين في العراق. شكرا جزيلا لاستماعكم، وأي شيء أي سؤال أنا حاضرة. شكرا للفاضلة إيناس زايد، والآن ننتقل بالحديث مع الأستاذ رياض الصبح ليحدثنا مشكورا عما سيعرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للهيئة ولقناة الرافدين على إتاحة هذه الفرصة للحديث حول موضوع الإفلات من العقاب. بالعادة نتناول هذا الموضوع نحن كناشطين حقوق إنسان ضمن مواضيع متعددة، يعني نادرا ما نتناوله بشكل منفرد كعنوان الإفلات من العقاب. وهذا موضوع أنا أعتقد جد مهم في العالم العربي. في كل العالم يوجد انتهاكات، يعني نحن نعيش في الأرض، ما زلنا لسنا في لا في الجنة ولا لسنا ما زلنا على الأرض، فارتكاب الانتهاكات لحقوق الإنسان هذه ممارسة موجودة في كل أماكن في العالم. ولكن المهم أن هنالك دول تطبق إجراءات حمائية ومساءلة عندما يقع هذا الانتهاك، وهنالك دول الإفلات من العقاب هو تقريبا السمة العامة للسياسة التي يمكن أن تنتهجها تلك الحكومات. وطبعا هذا شيء جد مهم وخطير. مفهوم الإفلات من العقاب بنطلق بالأساس من مفهوم سيادة القانون، يعني هو نقيض لفكرة سيادة القانون، أي بمعنى آخر تطبيق القانون على كل شخص بغض النظر عن أي اعتبار كان، سواء كان بالسلطة أو كان ليس بالسلطة. وكل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان كانت تتكلم عن هذا المفهوم، وحتى تفسيرات الأمم المتحدة تتحدث عن هذا المفهوم. ولكن في عالمنا العربي لو عملنا هيك نوع من المقاربة مع هذا المفهوم سنجد أنه الإفلات من العقاب تقريبا موجود في كثير من الممارسات التي لدينا. طبعا الأسباب لديه كثيرة وعديدة، يعني بالإضافة اللي حكت عنه الأستاذ إيناس كانت تتحدث عن مظاهر الإفلات من العقاب في حالة العراق، وطبعا هذه مظاهر جد خطيرة وكبيرة وممنهجة. طبعا نحن نتكلم عن حالة نزاع مسلح، لكن في دول أخرى لا يكون فيها نزاع مسلح، ولكن السمة العامة
في التعامل مع هذه المسائل أنه لا يوجد تطبيق للقانون بشكل حقيقي. من الإشكاليات الأساسية اللي إحنا عندنا اللي هو إشكالي لدينا إنه تشريعات الوطنية نفسها صحيح في بعض المواضع يعني تنص على تجريم ممارسات معينة ويفترض أن تعاقب عليها، ولكن لدينا إشكالية حتى في تضمين القانون الدولي لحقوق الإنسان في تشريعاتنا. يعني هناك في فرق ما بين ما نص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان على اعتبار أن هذا الشيء هو يعتبر جرم وانتهاك، وما بين التشريعات اللي في كثير منها تشرعن هذه الانتهاكات، يعني تسمح بهذا الانتهاكات. يمكن تقييد حرية الرأي والتعبير، يمكن تقييد أسس المعايير المحاكمات العادلة، ما في ضمانات حقيقية لتجريم أو اعتبار التعذيب كجرم، إما السكوت عنه في التشريعات، عدم الإشارة إليه، أو اختلالات في النظام القضائي للمحاسبة عليه. ناهيك عن أشياء غير موجودة حتى في تشريعاتنا في العالم العربي، كمثل التمييز العنصري على سبيل المثال. قد تجد له مفردات أخرى تحت مسميات أخرى، المواطنون متساوون وما شابه ذلك، لكن حقيقة هذا ليس بديلا عن وصف التمييز العنصري. يجب أن يكون في وصف للتمييز العنصري، وصف لخطاب الكراهية، تجريم للتعذيب اعتباره جريمة. طبعا مرات بتم محاسبة الأشخاص مرتكبي التعذيب تحت مسميات أخرى، يعني ما بدهم يعطوه وصف تعذيب لأنه هذا من يعتبر من الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي، يعني يدخل حتى في القانون الجنائي الدولي. إذن القانون الدولي لحقوق الإنسان، الدول العربية يعني خلينا نقول قارين عند شيخ واحد، تقريبا كلهم صادقين على الاتفاقيات أو معظمها إلا ما ندر هنا أو هناك. وإذا عملنا مقارنة بين الدول العربية وأوروبا ترى إحنا منفرقش كثير عنهم بالمصادقات، ولكن المفارقة الكبيرة إنه تشريعاتنا الوطنية لا يتم تضمين تلك الاتفاقيات فيها، والتضمين طبعا يحتاج إلى تعديل قانون العقوبات، قانون العمل، قانون أصول المحاكمات الجزائية، نظام القضاء، كل هذه المنظومة يجب تعديلها، وهذا للأسف غير موجود تماما. طبعا إنه كما قلنا هناك جرائم أساسية خاصة يجب الإشارة إليها في التشريعات الوطنية وهي تقريبا غير موجودة. الأمر الآخر إنه إحنا مرات في ممارساتنا سواء تشريعيا أو في الممارسات أو حتى في الخطاب السياسي إنه نحن نبرر هذه الانتهاكات. يمكن يكون المتضرر أو المواطن يبدأ ينتقد ويبدأ يخاطب باسم حقوق الإنسان، لماذا يتم الانتهاك حقوق الإنسان؟ للأسف عندما تدور الدائرة ويصبح طرفا سياسيا آخر في السلطة يستخدم نفس الانتهاكات ونفس المبررات، ويصبح الطرف الآخر هو الذي يدعي بحقوق الإنسان ويطالب بها. طبعا لدينا قائمة، وهذه إذا ذهبت لكل الدول العربية سواء العراق أو غيره ستجد أن هناك قائمة لتبرير هذه الانتهاكات، وأحيانا يتم استخدام هذه المبررات موجودة في القانون الدولي بس بطريقة بطوعوها وبغيروها. مثال، سأعطي مثال. القانون الدولي يقول يجوز تقييد الحريات لدواعي الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، موجود مادة 19 مادة 18 موجود في اتفاق في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فعطول بتروح الأنظمة والحكومات على كلمة الأمن الوطني. إذا أنا يجوز لعنده مثلا كحالة العراق والله في نزاع مسلح، في ظروف، في عدم استقرار أمني، وبالتالي يجوز لي أن أستخدم هذه هذا طبعا مخالف للتفسير في القانون. تفسير القانون الدولي لا يعني بيعطيك صلاحية واسعة بأن ترتكب الجرائم. الأمن الوطني تعني وجود تهديد يهدد حياة الأمة، وشرط لازم يكون في شرط التناسب والضرورة، ولا يجوز حتى لو في حالة الحرب أو نزاع مسلح وتحت أي ذريعة كانت مخالفة القانون الدولي الإنساني، أي قصف المدنيين، قصف السكان بطريقة عشوائية، قصف المباني العامة. أيضا لا يجوز التعذيب والقتل خارج نطاق القانون مطلقا تحت أي ظرف كان، هذا مستقر. والأهم من ذلك إنه هذه الجرائم، وإحنا للأسف في عنا أحد أسباب استمرار فكرة اللي حكت عنها إناس الإفلات من العقاب، ظنا إنه هاي حالة وظرف ما من مارسو، وإذا ما سألونا الآن ما حد حيسألنا لأنه الآن الظرف نزاع مسلح بتمر.
في القانون الدولي هذا النوع من الجرائم، وأنا أقول جرائم وليست انتهاكات، الانتهاكات هي مرتبة أقل من الجرائم، هذا النوع من الجرائم لا يسقط بالتقادم. يعني التعذيب ممكن أن تسائل فيه بعد عشرات السنوات، حتى لو وقفت الحرب وصار في مصالحة وطنية لا يسقط بالتقادم طبعا. لكن المهم في هذه المرحلة هو مرحلة التوثيق، لأنه حتى تأتي في مرحلة لاحقة وتسائل وتحاسب، فيجب أن يكون لديك معلومات موثقة وأدلة حتى تستطيع أن تقدمها. أيضا من المبررات التي يتم تقديمها اللي هو الأسباب العلاقة بأسباب سياسية، أسباب ثقافية، أسباب دينية إلى آخره، كمبرر لانتهاكات حقوق الإنسان. وهذا كله طبعا مخالف للقانون الدولي، ولا يجوز لتلك الدول أو أيا كان أن يطبق ذلك. أيضا طبيعة النظام السياسي، البعض يقول لك أنه طبيعة النظام السياسي يتطلب ذلك، ما في بالقانون الدولي لا يوجد أي مبرر. بغض القانون الدولي قال لك أنا ما بتدخل بشكل نظامك السياسي، وهذا وارد في تفسيرات الأمم المتحدة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولكنه قال بأنه لا يجوز لك أن تستخدم طبيعة النظام السياسي كمبرر لممارسة الانتهاكات. أنا ما بتدخل بشكل نظامك، بس ما بس تستخدم النظام هذا كمبرر لممارسة الانتهاكات. هذا الكلام إيش تداعياته على حقوق الإنسان؟ طبعا البعض بيقول لك أنه يمكن الآن إحنا في ظرف سياسي وأمني بتطلب معالجة جراحية خاصة قد تكون عنيفة وقاسية، ولكن بعدين الأمور بتمشي لما بصير في استقرار أو لما السلطة تتمكن من بسط سيادتها على الدولة. هذا الكلام غير صحيح، لأنه لاحظوا تغير الأنظمة في العالم العربي، دوما هنالك كان في عدم سيادة قانون، بمعنى آخر أنه إحنا مستمرين دائما في هذا السلوك، لأنه كل واحد يبرر لنفسه معلش بنخترقه الآن وبعدين تصلح الأمور. حقيقة لا يمكن أن تصلح. أي خرق لحقوق الإنسان يعني يعزز عدم سيادة القانون، حتى لو تغير النظام السياسي سيأتي الجيل اللي بعده المجتمع اللي بعده ويمارس أيضا عدم سيادة القانون. ولو أخذنا مثال العراق وغيره من الدول العربية، يعني كان يعيش في ظروف قاسية تحت نظام قاسي، لا يعني ما في نظام ديمقراطي، كان صحيح كان عامل استقرار إلى حد ما، ولكن هذا استقرار كان مكبوت إنجاز التعبير. بمجرد سقط هذا النظام بغض النظر عن الأسباب ولا الطريقة التي تم سقوطه فيها، تغير النظام، وأيضا أصبح المجتمع لا يحترم سيادة القانون، وكل الأطراف السياسية أيضا مارست انتهاكات حقوق الإنسان. الأمر الآخر أنه يؤدي لارتفاع نسبة الجريمة، كل ما كان في انتهاكات لحقوق الإنسان هنالك علاقة طردية في جميع دول العالم في ارتفاع نسبة الجريمة. وأعطوني بلد في العالم في انتهاك لحقوق الإنسان ونسبة الجريمة منخفضة، لا يوجد. أعطوني بلد في تطبيق لحقوق الإنسان عالي ونسبة الجريمة مرتفعة، لن تجد. فبالتالي الجرائم سترتفع حتى على المستوى الاجتماعي في الدولة. الأمر الآخر ضياع العدالة، بالضبط اللي حكت عنه الزميلة إيلاس، أنه القضاء كيف تأثر، لأنه لما يكون النظام السياسي والجو العام ما عم بيطبق القانون سيطال ذلك كل معايير المحاكمات العادلة. القضاء إذا مس وبطل أو ما عاد يطبق معايير المحاكمات العادلة، فاعلموا أن ذلك البلد ذاهب إلى الهاوية. هذه مسألة أساسية في كل الأنظمة اللي بتأدي فيها الانتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب، يؤدي لأن المنظومة القضائية كلها تهوى، وإذا هوت تزداد الجريمة ويزداد الفساد. يؤدي أيضا إلى مسألة التمييز، يعني يصبح الناس يقسم نفسهم إلى مجموعات، إنه هؤلاء من طائفة ومن قومية ومن دين، وفكرة المواطنة لا تعود. لماذا؟ لأن الدولة تراخت عن دورها في تطبيق الحماية، والسلطة القضائية تراخت في كل أجهزتها عن تطبيق القانون، فيصبح الفرد لا يشعر أن لديه هوية وطنية محمية من قبل أجهزة الدولة، فيبحث له عن هوية أخرى. الهوية راح تكون هوية اجتماعية، دينية، ثقافية، قومية، عرقية أو ما شئت. وكل هذه المبررات التي استخدمتها الدولة ظنا منها أنه أنا بعمل إفلات من العقاب عشان أنا أبسط سيطرتي لمرحلة ظرفية معينة، بعد ما مرت في عدم سيادة القانون وارتفاع نسبة الجريمة وضياع العدالة،
وزيادة التمييز سيؤدي ذلك إلى عدم الثقة بين الفرد والمواطن، ونعود كدائرة مرة أخرى إلى عدم الاستقرار. إذن الهدف اللي هو جاء من أجله وبرر لنفسه عدم تطبيق القانون والإفلات من العقاب من أجل بسط السيادة، إنه أنا بس أبسط سيادتي الآن وبعدين منطبق الحقوق كما شئتم، حقيقة لن ينجح، لأنه بعد فترة سيعود مرة أخرى، لأنه أصبحت الناس نفسها غير مؤمنة ولا تثق بسلطات الدولة، وأصبح لديها إشكالية مع سلطات الدولة، وهم أصبحوا يمارسوا تلك الانتهاكات للأفراد نفسهم. فتحتاج مرة أخرى الحكومة إلى عملية ممنهجة ومستمرة في عملية ممارسة الانتهاكات، بصير عملية زي الدولاب، مرة الحكومة ومرة المجتمع. الآن هذا الكلام كله حكت يعني زميلتنا عن التدخل وعن إيش موقف القانون الدولي، إيش مطلوب من الدولة، ما المطلوب من الدول حتى نتجاوز مسألة الإفلات من العقاب؟ شو المطلوب؟ من أين نبدأ؟ أولا علينا أن نؤكد على ضرورة أن يتم تعديل التشريعات الوطنية، هي أول كخطوة حسب القانون الدولي ودون أي تحفظ. إحنا منصادق بشكل كويس الدول العربية للعلم، أعطيكم مثال، يعني اليمن مثلا مصادق على كل الاتفاقيات ودون أي تحفظ، هذا البلد عربي بدون عنده أي مشكلة، بس هل عكس ذلك على الواقع بالتشريعات؟ لا. فمطلوب أولا التشريعات الوطنية أن يتم تعديلها بموجب وبحاجة إلى الشيء الكثير مش شيء بسيط. الأمر الآخر التأكيد على مسألة عدم التقادم، أي أن في نوع من أنواع الانتهاكات اللي ذات طابع جرمي كالتعذيب والقتل خارج نطاق القانون، كل اللي ذكرته الزميلة إناس قبل شوي من أكبر الجرائم المرتكبة في العراق، هذه جرائم لا تسقط بالتقادم، القتل خارج نطاق القانون، التعذيب، وبالتالي مطلوب بشكل رئيسي في هذه المرحلة توثيق الانتهاكات، والتوثيق مش المثقب عنا وخلاص، على الأقل أن نستخدم الآليات الدولية، إن لم نشأ أن نستخدم الآليات الوطنية. إذا الآن إحنا ما عندنا ثقة بالقضاء العراقي على سبيل المثال، إذا كان هذا هو رأي الشارع العراقي، هذا مش أنا البقر وأنا يعني لا أقرر وضع القضاء العراقي ما هو بالضبط، بس إذا كانت الناس ليست واثقة من تلك الإجراءات فلديها العديد من الوسائل استخدام آليات الأمم المتحدة، وهذا ممكن يقوم فيه الأفراد مش الحكومات، كتابة التقارير إلى المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة، إلى لجان الاتفاقيات، وممكن هذا الأمر يناقشه من خلال مجلس حقوق الإنسان، وعندما يتم تشكيل رؤية أكثر وضوحا عن حجم تلك الانتهاكات يصبح هناك في مجال لاستخدام وسائل أكثر تأثيرا من قبل الأمم المتحدة على الدولة للمحاسبة. ضرورة تعزيز أنظمة الحساب المحاسبة الوطنية غير القضائية طبعا إلا جانب القضائية، في هناك ما يسمى بالمفوضية العراقية لحقوق الإنسان اللي بيسموها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تشكيل نظام للعدالة، وعندنا تجربة على سبيل المثال في المغرب، نشرح لدول أوروبا ولا في المغرب، في يوغوسلافيا، في جنوب أفريقيا، العدالة الانتقالية وليس العدالة الانتقامية. احنا ما زلنا في العدالة الانتقامية، هذا إن كانت عدالة، بمعنى آخر كل طرف، كل حكومة، كل نظام، كل ميليشيا تأتي لتريد أن تنتقم من الطرف السابق، لا، مطلوب نظام عدالة انتقالية، أي نظام لمحاسبة من ارتكبوا بشكل مباشر وصريح لتلك الانتهاكات مع المصالحة السياسية الحقيقية. لا يكفي أن يتم تعديل الدستور كما تم تعديل الدستور العراقي، هناك تعديلات الدستور العراقي كانت تعديلات في جوانب كثيرة منها مهمة وإيجابية، ولكن اكتفينا عند التعديلات الدستورية، لا، المطلوب أن يكون كفي ما يسمى بالمصالحة أو العدالة الانتقالية الحقيقة، وهذا بحاجة لنظام، ممكن نطلع على تجارب يوغوسلافيا، المغرب، هايتي وغيرها من الدول جنوب أفريقيا في هذا المضمار، وأعتقد العراق ما وصل في هذه المرحلة إلى هذا النظام بشكل حقيقي. كل هذه الآليات ضرورة استخدامها وضرورة إدراك إنه الإفلات من العقاب لا يجابه بسياسة الانتقام، إنك تأخذ حقك بإيدك وبهذه الطريقة سنبقى في دوامه. أنا بعتقد تجربة العراق وربما تجربة سوريا السنوات الأخيرة تثبت دوما على إنه ما تم في نوع من أي أنواع عدالة انتقالية،
ما تم في نوع من أنواع الرغبة في المصالحة وما في إرادة سياسية حقيقية لذلك، ولذلك العملية دوما فاشلة. يعني اللي براهن على أنه هاي مش مشية صيف، يعني فترة ممكن نستخدم فيها القوة بعنف وبقساوة للتحقيق الاستقرار وبعدين لكل حادث حديث، ثبت فشلها. والدليل على ذلك وضع العراق الآن، وضع سوريا وغيرها من بعض الدول اللي ما قدرت تنتقل إلى مرحلة العدالة الانتقالية بشكل حقيقي، والسبب في ذلك هو سياسة الإفلات من العقاب واستمرار نهج انتهاكات حقوق الإنسان بشكل مستمر. أنا إلى هنا بتوقف الوقت عندي تقريبا حسب الوقت المتاح لي، ومستعد طبعا لسماع أي مداخلات أو أسئلة، وشكرا لكم. شكرا أستاذ رياض الصبح. حقيقة ما تم عرضه الآن هو غيض من فيض من حالات الإفلات من العقاب فيما يتعلق بموضوع فوضى السلاح حصرا، لم نتطرق إلى الملفات الأخرى التي لا يسعها، يعني لا ندوة ولا ندوتان ولا عشر ندوات. وبالتالي هنا طبعا موضوع آخر مهم لم نتناوله هو تمايز الأفراد أمام القانون، وهذه هي أساس المشكلة حقيقة ولب المشكلة كما يقولون في العراق. شكرا مرة أخرى للضيوف للمتحدثين، ونفتح مجال الأسئلة والاستفسارات والمداخلات لمن يرغب بذلك. تفضل. طبعا أنا بشكركم مقدما يعني على هاي الندوة الطيبة، بس في عندي مداخلة. يعني أنه صارت في عندنا إحنا الإفلات من العقاب يعني صار بصورة ممنهجة وقانونية. أنا الأستاذ حكى أنه شو دور الدولة، بس إحنا قاعدين بنلاحظ مثلا على مستوى العراق، بما أنه الندوة عن الموضوع العراقي، في قانون صدر الأسبوع الماضي أو صادقوا عليه أنه القيادات الحشد الشعبي اللي بده يمارس الحياة السياسية فلازم يعتزل، يعني وكأنه بيعطوه الحصانة، يعني بيعطوه حصانة اللي انتهكوا واللي قاموا بالجرائم الإبادة وضد الشعب، يعطوه حصانة سياسية، يعني بدل ما يعاقبوه أو بدل ما يخلوه بالصبغة العسكرية، لا حولوه صبغة سياسية، ولا هو بتعرف أنه الشخصية السياسية دائما عنده حصانة جزائية. أشكرك. سؤالي حقيقة للمنظمة، هل هناك جهود حقيقية لبيانات أو لطلب رسمي يعني من منظمتكم باعتبارها محايدة؟ لأن الأطراف العراقية عندما تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بأن بعثته في العراق منحازة، بأن هناك انتهاكات ينبغي تسليط الضوء عليها، يعني حقيقة يعني تصبح هذه المطالبات العراقية يعني سجالا موجودا باعتبار هناك تنازع حقيقيا في العراق، فهل لكم طلبات حقيقية للأمين العام ولهذه المنظمات بطريقة رسمية؟ وشكرا. تمام. إجابة على السؤال الأستاذ عبد القادر، فعليا إحنا كمرصد أورو متوسطي فعليا منظمة ترصد وتوثق وتصدر هذه الأدلة التي نجمعها على من الميدان على شكل تقارير. هذه التقارير بالتأكيد إحنا بنسلط الضوء عليها في المحافل الدولية، وخاصة عندما نتحدث عن مجلس حقوق الإنسان اللي هو الذراع المتفرع عن الأمم المتحدة واللي بيعقد بشكل دوري، وبتم الطلب فعليا ب يعني طرح مسألة معينة كلقاء جانبي أو اجتماع جانبي على هامش جلسات مجلس حقوق الإنسان، وبتم تناول فيها أحد انتهاكات اللي بتتم في العراق واللي إحنا بنشوفها أشد خطورة، لأنه فعليا هناك عدة انتهاكات، ولكن مسألة مثلا فقدان الحياة أو الملف المعتقلين أو المختفين قسريا، هذه المسائل مهمة جدا، وإذا كان هناك في تحرك باتجاهها في أو يعني تحرك، فيجب أن يكون تحرك باتجاه حل هذه المسائل. المسألة الثانية هو وكما ذكر أيضا الأستاذ رياض مسألة أنه هذه الجرائم لا تتقادم، فنحن فعليا نقدم هذه الأدلة وهذه التوثيقات التي نجمعها إلى المجتمع الدولي لمحاسبة هؤلاء الأشخاص، لأنه فعليا هناك فيديوهات، هناك صور، هناك شهادات حية لأشخاص وبأسمائهم الذين ارتكبوا هذه الجرائم، فبالتالي هذه كافة الأدلة تجمع وتقدم إما إلى مدعي عام محكمة الجنائية الدولية يعني اختصاصه
للتصدي لهذه الجرائم وإحالة هذه الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية أو إلى أحد فروع الأمم المتحدة المعنية بهذا الانتهاك من أجل أيضا بحث الموضوع وتقديمه إلى مجلس الأمن، لأن مجلس الأمن أيضا له صلاحية الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية. فنعم نحن نقوم بطرح هذه المسائل دائما في المحافل الدولية يعني، والمسألة والملف العراقي كما ذكرت لك هو فعليا مغيب عن الساحة الدولية. لماذا؟ ربما المجتمع الدولي يعني ما بدنا نحكي بشكل صريح انه مسيس، ولكن هناك مصالح تحكم هذا المجتمع الدولي، وايضا يعني بنجد انه في هناك مراحل كان فيها المجتمع الدولي فاعل في الملف العراقي، زي ما حكيت لكم بعام 1990 لعام 2000 تم اصدار 53 قرار، احدها كان قرار فرض الحصار على العراق، وايضا قرار الطعام مقابل او النفط مقابل الغذاء. ففعليا هذه القرارات كانت في اوج ازدهار العراق، والان عندما يتعرض العراق لضربات متتاليه وايضا لانتهاكات على كافه المستويات، لا يتم التطرق الى الملف العراقي ابدا في المحافل الدوليه، فهذه اشكاليه كبرى نجد ان المجتمع الدولي ايضا مسؤول عنها. الان هو فعليا انا ذكرت انه اللجوء الى المحكمه الجنائيه الدوليه يتم عن طريق مدعي عام المحكمه الجنائيه الدوليه بموجب اختصاصه بموجب نظام روما الاساسي. النظام روما الاساسي هو فعليا يخول المدعي العام اذا وجد بانه احدى هذه الجرائم تشكل جرائم حرب او جرائم ضد الانسانيه تدخل ضمن اختصاص المحكمه الجنائيه الدوليه، فهو يستطيع احالتها الى المحكمه الجنائيه الدوليه. الاصل باللجوء الى القضاء الدولي هو فعليا لمحاكمه مجرمي الحرب وايضا لانصاف المدنيين وتعويضهم، ولكن فعليا المسؤوليه الاولى تقع على عاتق الحكومه العراقيه بتوفير قضاء مستقل ونزيه ومحايد من أجل محاكمة هؤلاء الأشخاص المجرمين اللي ارتكبوا كافة هذه الانتهاكات. فالمسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتق الحكومة العراقية، ولكن أيضا نضع المسؤولية على المجتمع الدولي، لأن أطراف النزاع أصلا دولية. عندما نتحدث عن التحالف الدولي وهناك عدة دول مشاركة في التحالف الدولي، التحالف الدولي اللي قصف ودمر مدن كاملة أبادها عن بكرة أبيها، هذا التحالف أيضا يجوز إنه محاكمته، ويجب أصلا محاكمته. شكرا لكل المداخلات، تأكيدا على حكة الأستاذ إيناس فيما يتعلق بالآليات الدولية. علينا أن نميز بين أكثر من آلية. الآلية ما يتعلق بالقانون الجنائي الدولي هي مربوطة بعنا مدعي العام وفي شكوى للدولة وفي عنا أيضا لمجلس الأمن. الآن الجانب الجزائي في هذا الإطار كله مربوط في آليات خاصة حصرا في مجلس الأمن، ومجلس الأمن لا يناقش مسائل حقوق الإنسان بشكل مباشر. يعني أرجو بس توضيح هذه المسألة، لأنه دوما أينما يصير هناك انتهاكات لحقوق الإنسان بقول لك وين دور الأمم المتحدة، ويقصد في ظنه كلامه عن مجلس الأمن. المجلس الأمن ليس من اختصاصه تناول مسائل حقوق الإنسان، اسمه مجلس أمن مش مجلس حقوق الإنسان، إلا في حالة واحدة إن أدت انتهاكات حقوق الإنسان ما قد تمس به الأمن والسلم الدولي، يعني الغرض الأمن والسلم الدوليين، فبالتالي يمكن يصبح مناط اختصاصه أن يناقش هذه المسائل. النقطة الأخرى أن المحكمة الجنائية الدولية هي ليست بديلا عن القضاء الوطني، هي مكمل للقضاء الوطني. بمعنى آخر أن أصل الاختصاص في النظر في الجرائم الدولية هو للقضاء الوطني. إن عجز، بمعنى عجز أن التشريعات الوطنية لا تجرم، ما عندي أنا نص يعني بيسعفني كثير في المسألة، أو لا تتوفر ضمانات لمحاكمة عادلة، أو عدم وجود إرادة سياسية للدولة في المحاسبة، يكون هنالك عندنا البحث في الآليات الدولية الأخرى اللي هي المحكمة الجنائية الدولية. بالتالي مش أي جريمة بدها تصير بروح على المحكمة الجنائية الدولية. يعني ممارسة التعذيب، هذاك قبل كم من سنة كان في إحدى ممارسة التعذيب في أوروبا، ما بدي أروح على المحكمة الجنائية الدولية، ليش أروح؟ ما عندي قضاء وطني وعندي قوانين بتجرم وعندي، بالتالي ليس لا نذهب لا لمحكمة جنائية ولا غيره. الأمر الآخر، مجرد فكرة إعدامات جماعية سواء كانت خارج نطاق القانون أو من خلال القانون اللي هو من خلال القانون الوطني، تعطي على طول مؤشرات على عدم وجود ضمانات لمحاكمة عادلة، وخاصة في الحد الأدنى للضمانات الخاصة في تنفيذ عقوبة الإعدام.
وعشان هيك ما بنحكي فقط عن العراق ولا بنحكي فقط عن مصر، حتى لما كان في استئناف لتنفيذ عقوبة الإعدام في الأردن أيضا كان في نقاش على ذلك، إنه إيش يعني وجبة، يعني أنت ما أخذ لي وجبة حتى لو كان في عليهم حكم. يعني السياق مش سليم، يعني إذا أنت يفترض أن تنفذ هذه المسائل بغض النظر عن موقفي أنا ضد عقوبة الإعدام بشكل مبدئي، بس حتى لو الدولة أرادت أن تطبق عقوبة الإعدام في معايير دولية لذلك توفير الحد الأدنى، مجرد وجود أحكام جماعية دخلنا بمشكلة مباشرة. طبعا مثال حكيت عنه ما يتعلق بالحشد والإمكانية، يعني لازم يكون يترك العمل المسلح ويدخل في فرق بين العدالة الانتقالية، هذا ليس عدالة انتقالية، العدالة الانتقالية بيكون في مصالحة وطنية، بيكون في محاسبة الذين ارتكبوا الجرائم والانتقال إلى نظام ديمقراطي. يعني هذا ليس عدالة انتقالية، هذا انتقال من عمل عسكري إلى عمل سياسي، لكن المطلوب لهذا ليس ضمن العدالة الانتقالية. آخر نقطة أنا بس بدي أحكي فيه ما يتعلق بمنظومة حقوق الإنسان والمنظومة الدولية وكيف أتت. أولا من الذي وضع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان؟ ما هي جميع دول العالم، الاتفاقيات الدولية قبل أن تصادق عليها الدولة تقر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لجميع دول العالم. يعني ما في اتفاقية صدرت عن الأمم المتحدة لم يكن دولنا قد شاركت في إعدادها من A to Z، وبتدخل في مراحل طويلة. يعني أول إشي بتم طرح الفكرة من خلال مجلس حقوق الإنسان، كان سابقا لجنة حقوق الإنسان قبل ما تكون مجلس، تترك للبحث والنقاش سنوات عديدة، مش بس الحكومات، لجميع دول العالم، حكومات منظمات وفقهاء قانونيين اللي بده موجود بقدم، وبتأخذ العملية سنوات طويلة، ثم بيعملوا مسودة أولى، ثم يتم وضعها في مناقشتها في مجلس حقوق الإنسان الذي يمثل، ما في لا مقاعد دائمة ولا فيتو ولا إشي، جميع الدول حسب المناطق الإقليمية، ودولنا كانت موجودة، والأردن كان نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان، ودول عديدة كانت موجودة عربية، ثم بتم اعتمادها يعني كمبدأ، ثم ترفع إلى الجمعية العامة المتحدة فيها جميع دول العالم، ويتم اعتماد النص بصيغته النهائية، ثم تذهب إلى المصادقة الدولية. فيعني ما يعني نظن أنه دائما، يعني قول لي الأمم المتحدة نفسها كان بالدول المنتصرة في الحرب العالمية أنشأتها، فينا نحكي بهذا الأمر، بس من بعد الآلية متروكة لجميع دول العالم. المسألة الأخرى اللي حاب أحكي عنها الآليات الأخرى غير مجلس الآليات، في عنا آليات أخرى غير مجلس الأمن، وهي آليات جدا مهمة، اللي هي المراجعة الدورية الشاملة كل 4.5 سنوات، وتراجع من قبل مجلس حقوق الإنسان لجميع دول العالم. والعراق أعتقد كان العام الماضي، السنة القادمة، لكن كان في مناقشة اللي كانت قبل 4 سنوات، مزبوط قبل 3.5 سنوات كان العراق قدم التقرير الأول. هون دوركو، لأنه هاي من أهم الوسائل التي تستخدم في الأمم المتحدة، لأنه يتم وضع توصيات مباشرة على الحكومات. أنا سمعت في العام 2006 في الأمم المتحدة لما كان ممثل العراق ممثل الدول العربية، حقيقة ما عم بيحكوا بلغة حقوقية بالمعنى الحقيقي. المجتمع المدني يتاح له، وعلى فكرة مش مجتمع مدني، أنا آسف، بسموه أصحاب المصلحة، أي طرف وطني وغير وطني ممكن أن يكتب ويقدم تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان. طبعا ناهيكم عن الآليات غير التعهدية التي تقدم إلى الدجال الاتفاقيات، كل اتفاقية يتم وضع يمكن المجتمع المدني أن يكتب تقريرا. ناهيكم عن إمكانية تقديم الشكاوى إلى المقررين الخواص الأمم المتحدة. لدينا آليات واسعة جدا، طبعا هاي الآليات ما بتستخدم عقوبات ضد الدول، ولكنها مهمة جدا لتوثيق الانتهاكات ومخاطبة الدولة والحوار مع الدولة. والدول قد ما تكون يعني مش سائلة، بس بعد موجة من الانتقادات اللي بتصير لا بتصير تحسب حساب، لأنه لما بصير هذا النقاشات جدية في مجلس حقوق الإنسان، والمناسبة واللجان هاي أكثر موضوعية إذا ما قرنتها مجلس الأمن، لأنه إما خبراء إما دول متعددة هي التي تناقش الدول، وهون بصير في نوع من المساءلة، الدولة تبحث عن يعني تقديم نفسها بصورة أفضل، بصير في لها أثر إيجابي إلى حد ما. فما نبحث بس إنه
دائما بروح ذهننا فقط لمجلس الأمن. مجلس الأمن مشكلته احنا معارفينها وكلها مقاعد دائمة والفيتو، وهو أصلا مش مناط اختصاصه وناقش حقوق الإنسان. هذه الآليات الأخرى يمكن المجال حتى نشرحها بدها بنعمله تريننج خاص هذا، لكنه جد مهم نطلع عليه. والدول الفرق انه المجتمع المدني في الدول الأخرى سواء الأوروبية أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بيستخدموها بشكل قوي جدا إذا ما قرنت مع العالم العربي. المجتمع المدني لسه ما زال ضحل حقيقة في استخدام الآليات الدولية اللي حقيقة بتأثر على سياسات الدول. شكرا لكم. شكرا مرة أخرى للضيفين الكريمين وللحضور وهذه المداخلات المهمة. يسعدنا حقيقة بهذه المناسبة أن نعلن عن صدور كتاب هو ضمن سلسلة إصدارات الهيئة بعنوان العراق كوارث إنسانية وجرائم حرب بمشاركة المجتمع الدولي، وهو بمثابة التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في العراق للعام الماضي. وسيتم طبعا إهداء النسخ مجموعة من الإصدارات لكل ضيف إن شاء الله بعد الانتهاء. وبالختام لا يسعني إلا أن أشكر الحضور الكريم والضيفين الكريمين، وشكرا مرة أخرى لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.